هذا الماي الصعد بشط العرب. شوف المياه الصعدة. المياه الصعدة بشط العرب، هاي شط العرب. وهذا الزلمة زي يسوي له سد عن الشارع حتى لا تجيب العالم. جزاه الله خير. شوفوه. وهذا المياه الصعدة بشط العرب قربت من شارع التبليط، طبعا هذا شارع التبليط. وهذا المكان عليه. يسوي سدود. هاي التجمع العالم خايف على رواحها. هي عشان العرب تصعد بعد تقريبا 30 سنتيم وتصعد على التبليغ. هذا شق العرب بالتنومه، طبعا ابو الخصيب فاضل.